الإنسان بيتحرك عشان حاجة من اثنين، يا إما هدف عايز يحققه، يا إما ضرر عايز يدفع عنه. عشان كده يا أخوانا سبب الترغيب والترهيب جه في القرآن بصورة واضحة، والإسلام دين واقعي لأنه منهج رب العالمين. ربنا خلقك وخلقني وخلق الناس دي كلها، فعشان كده زي ما ربنا أمر في القرآن الكريم بالمسلمين بحسن الخلق واللين في التعامل، برضو أمرهم بالقوة. ربنا قال في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. وبرضو ربنا قال في القرآن الكريم: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. وأنا هوريك لما يكون عندك القوة يا أخوي بيحصل شنو. خلاص 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 لما نقتلهم خلاص. لفوا لخت لفوا لفوا لخت لفوا لفوا لخت. أنا أقرأ القرآن. استوقفتني هذه الآية الكريمة من سورة الأنفال آية 1:5: وإن جنحوا لسلمي فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. إنها تعني الكثير. فالإسلام يدعو إلى سلام، بل ويدعو المسلمين لأن يكونوا أول المبادرين إلى ذلك، حقنا للدماء وإبقاء على الأمن والأمان والعلاقات الإنسانية. تخيلوا معي يا أخوانا لو كل مرة بيجي زول بيضربك ويهينك قدام الناس كله وانت ما بترد عليه بحجة انك انسان مسالم وان الدين امرك بكده، هل فعلا انت انسان عزيز؟ وهل فعلا الدين امرك بكده؟ على المستوى الشخصي وعلى مستوى الاوطان، القوة عزة وفخر وامان. وفي النهاية انا عايز اذكركم بقول الله سبحانه وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. مبروك الشهادة لأهل غزة إن شاء الله، مبروك النصر لكل المسلمين. ولكن يبقى السؤال: هل أنا وإنت ممن ينتظر؟ اللهم آمين. وما تنسوا يا أخوانا الدعم واللايك وسبسكرايب وشير، لأن إن شاء الله محتوياتنا ما فايدة الخير.